فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقول القائل عند قبر الميت أو للغائب سل الله لي، يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، خلنا من هذا، جيب لنا سؤال آخر. هذا ما يجوز وخلاص، مش تبون من وراء؟ ما يجوز الدعاء عند القبر أو سؤال الميت الدعاء، ما يجوز هذا وخلاص. نعم.